منذ اليوم الأول للزلزال بدأت تريدنا تباعا جثامين أهلنا الشهداء السوريين اللاجئين في تركيا الذين قضوا في الزلزال الضربة جنوبي تركيا. بلغت حصيلة الجثامين التي وصلتنا حتى تاريخ اليوم 1530 شهيد من مختلف الأعمار. طبعا وصلتنا عوائل بأكملها توفيت، منها بعض العوائل 10 أشخاص أو 15 شخصا من نفس العائلة. طبعا بالنسبة لآلية إيصال جثامين الضحايا إلى معبر باب الهوى، يقوم ذوي المتوفى أو أقربائه أو أحد من أصدقائه بنقل الجثمان إلى مقبرة مدينة الريحانية، هنالك يقومون بتسجيل بياناته ومن ثم يقومون بنقله عبر سيارة الصحة التركية إلى بوابة جيلفاكوزو المقابلة لمعبر باب الهوى. أيضا هنالك سيارة نقل الموتى تقوم بنقله من البوابة التركية إلى البوابة السورية. نحن هنا لدينا فريق خاص في قسم الجنازات التابع لمكتب التنسيق الطبي، يقومون باستقبال هذه الجنازة وتوثيقها في سجل الجنازات ومن ثم نقلها إلى البوابة من الطرف الآخر. هنالك يكونون أهله بانتظار جثمانه ويستلمونه أصولا ليذهبوا به إلى مدنهم وبلداتهم أو مخيماتهم ليصار إلى دفنه هناك.